السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا برامج كتيرة بتحول تكست لصوت، لكن باركو من الحاجات قوية جدا ونزل ان هو open source، وتعالى نجربه، والعربي هيدعم قريب زي ما هوريك حالا. طيب ممكن دي نشوف جمل اللي هي The big red dog or bark as in tree bark. The ده مجرد تكتب التكست هو يحوله لك لصوت. حتى الان هو بيدعم اللغات ديت، التركي والاسباني والروسي والبرتغالي والانجليزي، لكن قريب قوي هيدعم العربي. العربي من ضمن اللغات اللي محطوطه على الكومنج سون، قريب قوي هيدخلوا العربي. طيب تعالى نشوفه، هو اوبن سورس، فتقدر ان انت تحمل الكود نفسه وتشتغل بيه. كاتب اللي تقدر ان انت تسمع مثلا. Hello, my name is Sudo and وفي ان انت تحول التكست لاغنيه ميوزك. In the jungle, the mighty jungle, the lion barks tonight. ده كمبيوتر، انت بتكتب اي تكست انت عايزه هو يحولها بالشكل دوت. And today I will tell you about the exercise. هنا بقى سبيكر، كان في سبيكر. I would like an oat milk latte please. Wow, that's expensive. لو انت بتبرمج ممكن انت تكتب بس الكود ده عندك، هو يبدا يطلعه عندك وتقدر ان انت تعتمد عليه، وبيشتغل على اجهزه عاديه مش لازم حاجه خارقه. من ضمن الحاجات المحترمه قوي ان هو كاتب اكتر برامج منافسه ليه او اكتر برامج ادت جوده عليها، هنبدا نبص عليهم كده بس سريع، وحط لكم الرابط برضو اسفل الفيديو. دي اكزامبل للحاجات اللي معموله. ده موديل كارد، هنا ده السوني ستوديو، بحيث ان انت ده الويت ليست، هقول ان انا عايز اول ما يبقى في فرصه اجربه تديني الامكانيه ان انا اجربه. الايميل بتاعي تمام، مش عارف اكاديميك سيرش مثلا تمام، فهو يبعت لي ان انا اقدر ان انا اجربه. طيب من ضمن طبعا الحاجات القويه المنافسه زي ما نشوف مع بعض، نانو جي بي تي، انكود، اوديو الام، الفال اي ده طبعا اشهر واحد فيهم، واوديو الام. دي حاجات اهي اوبن سورس وتقدر ان انت تطلع عليها وتقدر ان انت تشوفها. شارحين بالتفصيل ازاي هم وصلوا للاوديو الام والفاليو اي، والبحث نفسه موجود بحيث ان انت تقدر ان انت تعمل انت برنامج وتركز مثلا على اللغة العربية، او تركز على تحويل الكتب لملفات صوتية. اتمنى يعني يكون الفيديو مفيد ان شاء الله، اتمنى عمل لايك وشير.